السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكم في درس جديد لتعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين. اليوم سنتطرق إلى مجموعة من الكلمات والعبارات، يعني الكلمات والجمل التي ستساعدك في الاندماج في الحوار إذا كنت مبتدئ. إذا كنت من المتابعين الكرام أشكرك مسبقا على مشاهدة الفيديو، ومرحبا بك إذا كنت من المشاهدين الجدد، وأذكرك لا تنسى مشاهدة الفيديوهات من الدرس الأول وبطبيعة الحال والاشتراك في القناة. فلنبدأ على بركة الله. بالإسبانية عندما أريد أن أقول أنا أتكلم، جو أبلو، جو أبلو، وأنت تتكلم، تو أبلاس، تو أبلاس. عادة قبل التعارف أسأل الشخص المخاطب هل أنت تتكلم الإسبانية؟ أقول أبلاس إسبانيول، أبلاس إسبانيول، تتكلم الإسبانية. ومثلا أقول أبلاس إنجليز، أبلاس إنجليز، هل تتكلم اللغة الإنجليزية؟ والجواب يمكن أن يكون سي أبلو بيين إسبانيول، سي أبلو بيين إسبانيول، نعم أتكلم جيدا الإسبانية. وإذا كان مستواي ضعيف بعد الشيء في اللغة الإسبانية أقول سي أبلو un poco español، hablo un poco español، نعم أتكلم قليلا الإسبانية. وإذا كنت لا تعرف أي كلمة في اللغة الإسبانية تقول no no hablo español، no no hablo español، لا لا أتكلم الإسبانية. وسوف تحتاج إليها كثيرا في اللغة الإسبانية. فعل hablar من الأفعال الشائعة في اللغة الإسبانية، وهي بمعنى تكلم، وهي تعتبر من بين أسهل الأفعال للصرف في اللغة الإسبانية. مثلا فعل hablar في البريسنتي أي الحاضر أقول yo hablo، tú hablas، él، ella، usted habla، nosotros، nosotras hablamos، vosotros، vosotras habláis، ellos، ellas، ustedes hablan. مثلا عندما تصلك مكالمة تتكلم فتنتهي المكالمة وقد يسألك أحدهم con quién hablas، con quién hablas، مع من تتكلم، والإجابة يمكن أن تكون yo hablo con María، yo hablo con María، أنا أتكلم مع ماريا. أو مثلا عندما تكون تتكلم في موضوع ما مع شخص وتريد أن تنهي معها الحوار لاحقا فتقول mañana hablamos، mañana hablamos، يعني سنتكلم غدا. تتذكرون كلمة mucho، mucho معناها كثير. مثلا إذا كان هناك شخص يتكلم كثيرا أقول كريم habla mucho، كريم habla mucho، يعني كريم يتكلم كثيرا. أنت الآن تعلمت بعض الكلمات في اللغة الإسبانية، ومثلا آن الأوان اليوم لكي تطبق ما تعلمته. في البداية سيبدو لك أن الناس تتكلم بسرعة، وهذا بالضبط ما حدث معي وما يحدث مع الكثير من الناس، ولكن في الحقيقة أن الناس تتكلم بشكل عادي. المشكلة هو أنت لا تتقن اللغة، لهذا يبدو لك أن الناس تتكلم بسرعة. ومع ذلك هناك بعض الكلمات قد تساعدك في أن تثبت للآخرين أو تبين للآخرين أنك لا تتقن اللغة وأنك تريد منهم أن يتكلموا ببطء أكثر وبوضوح أكثر. من أشهر هذه الكلمات يمكن أن تقول له مثلا أنت تتكلم بسرعة، تقول hablas rápido، hablas rápido، تتكلم بسرعة، أو أنت تتكلم بسرعة. ويمكن أن تقول hablas muy rápido، hablas muy rápido، أنت تتكلم بسرعة جدا. ويمكن أن تطلب منه أن يتكلم ببطء أكثر فتقول habla más despacio، habla más despacio، تكلم ببطء أكثر. وبطبيعة الحال يجب أن تطلب ذلك بأدب أكثر. مثلا تقول puedes hablar más despacio por favor، puedes hablar más despacio por favor، هل ممكن أن تتكلم ببطء أكثر من فضلك؟ أو بطريقة مباشرة يمكن أن تقول habla más despacio por favor، habla más despacio por favor،
تكلم ببطء أكثر من فضلك. فعل انتندرت كذلك يعتبر من الأفعال الشائعة في اللغة الإسبانية ومعناه فهم، انتندر، وهو يعتبر من الأفعال الريغولاريس أي الأفعال الغير منظمة. وصرف هذا الفعل في الحاضر بكل بساطة هو جو انتيندو، تو انتيندس، ال ايا اوستيد انتيندي، نوسوتروس نوسوتراس انتندموس، بوسوتروس بوسوتراس انتنديس، ايوس ايياس اوستيدس انتيندن. تتذكرون كلمة ديسكولبي؟ ديسكولبي ومعناها المعذرة أو آسف، وتستعمل كثيرا كما قلنا سابقا عند مقاطعة شخص ما. مثلا يمكن أن نقول ديسكولبي نو انتيندو استا بالابرا، ديسكولبي نو انتيندو استا بالابرا، المعذرة أنا لا أفهم هذه الكلمة. بعدها سيقوم هذا الشخص بشرح هذه الكلمة ثم يسأل ¿Me entiendes ahora? ¿Me entiendes ahora? تفهمني الآن. أو مثلا عندما يكون هناك شخص لا يفهم بسرعة أقول ماريا no entiende nada، ماريا no entiende nada، ماريا لا تفهم شيء. أو مثلا عندما يكون هناك شخص يعرف ماذا يفعل أقول كريم entiende lo que hace، كريم entiende lo que hace، كريم يفهم ما يفعل. عندما يحين الوقت لكي تطبق ما تعلمته من اللغة الإسبانية بطبيعة الحال ستكون هناك كلمات تعرفها وكلمات لا تعرفها. مثلا إذا رأيت شيئا ما وأردت أن تعرف اسم هذا الشيء باللغة الإسبانية فتسأل ¿Cómo se dice a esta en español? ¿Cómo se dice a esta en español? ماذا يقال لهذه بالإسبانية؟ وبطبيعة الحال هنا تشير إلى الشيء الذي تريد أن تعرف اسمه بالإسبانية. أو مثلا يمكن أن تقول ¿Cómo se dice a batata en español? ¿Cómo se dice a batata en español? ومعناه ماذا يقال للبطاطا بالإسبانية؟ مثلا أنا أعرف ما هي البطاطا وهي واحدة من الخضر، فقط يهمني أن أسأل عن اسمها باللغة الإسبانية وهي باتاتاس. لكن هناك بعض الكلمات أريد أن أعرف معناها، مثلا كلمة أبلار تكلم، في هذه الحالة أريد أن أعرف معنى كلمة أبلار ويمكن أن أسأل كي سيغنيفيكا أبلار، كي سيغنيفيكا أبلار، ما معنى أبلار؟ فعل سابير، سابير، ويعتبر من الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. سابير معناه عرفة. مثلا صرف فعل سابير إن بريسنتي في الحاضر أقول جو سي، تو سابيس، إل إيا أستيد سابي، نوسوتروس نوسوتراس سابيموس، بوسوتروس بوسوتراس سابيس، ellos ellas ustedes saben. مثلا إذا سألك أحدهم أين هو أحمد فالإجابة يمكن أن تكون no sé، no sé، أنا لا أعرف. أو مثلا إذا سألك ما هي عاصمة المغرب تقول no sé، no sé، لا أعرف. مثلا عندما يكون هناك شخص يقول ولا يفعل مثلا تقول solo sabes hablar، solo sabes hablar، فقط تعرف التكلم. أو مثلا إذا كان هناك شخص لا يفهم شيئا أقول ماجد no sabe nada، ماجد no sabe nada، يعني ماجد لا يعرف شيء. أو مثلا إذا سألك شخص sabes hablar español، sabes hablar español، هل تعرف تكلم الإسبانية؟ ويمكن أن تجيب no sé hablar español، no sé hablar español. لكنك ذكي وتريد أن تمرر الكرة لصديقك فتقول pero كريم sabe hablar español، pero
كريم sabe hablar español، لكن كريم يعرف تكلم الإسبانية. وكما العادة كل هذه العبارات والجمل التي تطرقنا إليها في درس اليوم ستجدونها في درس اليوم في صندوق الوصف. ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة إن لم تكن مشترك بعد وترك تعليق جميل. أراكم في الدرس التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.